اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. النهارده بنعمل الاكلات اللي نفسنا فيها، واحنا متفقين نعمل اللي احنا حابينه، ولكن نبحث جوه الاكله ونشوف ايه مشاكلها من الدهون، الزيوت، الكربوهيدرات، النشويات وهكذا. هنعمل طبق كفته جامد النهارده بالشوفان، ونشوف ازاي نعمل كفته الفراخ بطريقه صحيه لطيفه تناسب كل الاعمار الصغير والكبير. معانا طاجين النهارده، طاجين الخضار، هنعمله بطريقه جديده من المطبخ المغربي او التونسي او الجزائري. تشكيله الخضار اللي موجوده فيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، اذا كانت البسله غنيه بالبوتاسيوم، اذا كانت البطاطس كربوهيدرات ونشويات، هندخل فيه زيتون، هندخل فيه ليمون، في ليفر الزعفران، حاجه لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب الطاجن ده لما اكله مع خبز او مع رز ابيض. معانا كمان الحلو النهارده، بساطه سهوله مرونه، البسيسه بتختلف من بيت لبيت ومن بلد لبلد. احنا بنعملها النهارده بطريقتي بالبرتقال، تقدري تعمليها بالحبات، تعمليها بالقرفه، تعمليها ممكن بالتمر زي ما انت حابه، ولكن اساسياتها نوعين من الدقيق، دقيق الذره الاصفر والدقيق الابيض. المكونات اساسيه معانا وبحطينها بالعيار علشان حضراتكم تعملوها النهارده، وتقدري تعمليها كمان هديه لعيد الام كده لطيفه، مش تروح على محل جاتوهات وتجيبي جاتوه او تجيبي تورتايه، انا عايزك تخش المطبخ تعملي حاجه من ايدك وصوابع ايدك كده لحماتك، لمامتك، لاسرتك، مناسبه لطيفه وحلوه، لان الام تاج يعني على راسنا من فوق، ونفسنا اللي بيطلع ده لولا الام ما كانش هيبقى فيه نفس من اساسه. وبالمناسبه الام طبعا عايز اقول حاجه حلوه، ان شاء الله باذن الله تعالى بكره احنا مش حارمينكم من حاجه، كالعاده شاشه القناه الاولى والتلفزيون المصري بيكون لنا حكايه مع كل مناسبه، ومفيش احلى من مناسبه عيد الام، حضراتكم عارفين هيكون لنا ان شاء الله مفاجاه مع ام لكل المصريين، لا حكايه هي هترواها بنفسها وهتيجي معانا للاستوديو هنا، وعلى فكره هي طباخه شاطره جدا، يعني تطبخ احسن مني كمان. مفاجاه بكره تابعوها باذن الله تعالى. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل مع الاكل الصحي، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف هنعمل طبق كفته ازاي، في تفاصيل كتير على فكره. وطبق الكفته بالذات هو صوره مفتوحه ليكي، زي اخواننا اللي بيعملوا طبعا الديزاينر وبتوع الفوتو سيشن، يقول لك خلي الصوره مفتوحه يعني على كروما، يعني نقدر نغير الوان، نحط الوان، نشيل الوان. طبق الكفته كده تحط الضيفي دي بتاعتك. معانا فراخ صدور مفرومه، ومعاها روزماري، ومعاها بصل وتوم، ومعانا شويه بقدونس وشوفان نوعين، بودر وناعم، الاثنين مع بعض، بودر وخشن، انا اسف، الاثنين مع بعض. المقادير على الشاشه معانا، وتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، ونعملها بالوايت صوص اللي الاطفال بيحبوه، اللي انا شخصيا كمان بحبه. وايت صوص يعني بشاميل خفيف واخد كريمه لباني، ممكن ياخد تشيز او ياخد ما ياخدش تشيز حسب الرغبه، يعني ياخد جبنه سايحه كده تبقى لطيفه وجميله. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، افكار يعني. ما هو الاكل الصحي احنا متفقين نعمل اللي نفسنا فيه ولكن بطريقه صحيه. اول حاجه بناخد صدور الفراخ دي كده، اللهم صل على النبي، نحطها كده اهي. ولما تفرم الفراخ تعملها كفته، الفراخ تحس ان هي يعني ايه ضعيفه الشخصيه. يعني ايه ضعيفه الشخصيه؟ يعني ما فيهاش نسبه دهون او عرق الدهون اللي يشدها. القرص الطريه لازم تتعمل بلبن رايب وبسمنه، نعجن العجينه وبتاخد خميره طبعا، وبعد ما بتتعجن بتتقصد صغيره كده، ومرحله التخمير بتمر بعد العجين نص ساعه، وبعد ما نقرصها نص ساعه، وبعدين ندخلها الفرن بعد ما نضغط عليها بايدينا. تقدري تحشيها ملبن او عجوه زي ما انت عايزه، وعشان خاطرك يا امي باذن الله ربنا يديك الصحه، هنعمل لك الاسبوع الجاي القرص الطريه باذن الله. طيب، دجاج مفروم، حطيت عليه توم، حطيت عليه بصل مفروم، وحطيت عليه شويه بقدونس، زي ما انا شغال كده اهو، ما حطيتش اي ماده دهنيه هنا. هنبدأ نحط البهارات بتاعتنا على الأكلة دي. أنا بعشق الكركم، مشروب صحي الصبح، إيه المشكلة لما أخد معلقة عسل الصبح كده دافية مع كوباية مية دافية ومعاها معلقة كركم. كركم مفيد، بينقي الجهاز الهضمي، بيلعب دور كبير جدا في تغذية الكبد وفلترته من الدهون. ده الكركم، أه الكركم أهو معانا أهو، حلو الكلام؟ حلو الكلام. ننزل بشوية زعتر، شوية فلفلة حلوة زي الفل،
ونبدا نقلب الخليط ده كله مع بعضه. لسه ما خلصتش. حطيتش اي دهون هنا. معايا شوفان بودر اهو. الله عليك. الملح والفلفل يا عم الشيف. مبني الهرم الغذائي فيه كل العناصر دي تناسب الكبار والصغيرين. الاطفال الحلوين اللي بيحبوا الكفته. ملح وفلفل. واقلب الخليط ده كله مع بعضه. لو احتاجت مني شويه ميه ساعين احط لحم البتلو برمة. انا عارف البرمة دي كنافه بس ممكن نعمل لحم البتلو حاجه اسمها يعني بوبيت. بوبيت يعني شرايح اللحمه البتلو بتتجاب وتبقى شرايح زي الاسكالوب كده وتحشيها خضار يا اما سباركوس يا اما كوسه. السباركوس دي حاجه خضراء كده طويله بلاش منها دي غاليه شويه. وممكن تخش تحشيها تاني جزر شرايح مع فلفل الوان زي اللي معايا ده كده وتغلفيها وبعد كده تحطيها في الدقيق مع شويه زعتر مع شويه بهارات. ده البوبيت وتحمريها في قلب الزيت وتعمليها بالوايت صوص او بالليمون صوص. شايفين نعم يا فندم. حلو قوي السؤال ده. سؤال جالنا على السوشيال ميديا دلوقتي بيقول لك يا شيف مغازي ينفع ان انا استخدم بدل الفلفل الحار فلفل رومي؟ ينفع. الكفته اللي انا عملتها فيها شوفان فيها خلطه لطيفه. الصوره على الشاشه تتحدث عن نفسها كالعاده على شاشه القناه الاولى. ولكن علشان فيها شوفان انا هسيبها على جنب كده شويه علشان تنسجم كلها وكل المقادير تتعرف على بعضيها على ما اعمل البسيسه بتاعتي وادخلها الفرن. هستاذن فريق العمل مقادير البسيسه نشتغل فيها. نطلع فاصل نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع للبسيسه هندخلها الفرن ونعملها مع بعض بمكوناتها ومعانا كفته الدجاج بالشوفان مع الوايت صوص. اوعى تروحوا بعيد تابعوني. تعالوا مع بعض نشوف الكفته نكملها مع بعض ازاي واحنا شغالين كده. نشيل الحاجات دي نوسع نفسنا كده ونروق الدنيا. يا احنا كده شغالين زي الفل وهنشوف كل حاجه حلوه مع بعض دلوقتي. عندي جريلا طاسه بتسخن على النار درجه حرارتها تكون عاليه جدا وعندي الكفته جاهزه. وان انا اسيب يا مدام جميله الشوفان مع الفراخ ينسجموا ده مهم جدا اهو عشان الشوفان الالياف بتاعته الفعاله والغير فعاله تبدا تتعرف على الانسجه بتاعه الفراخ. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ناخد الكفته دي كده ناخد الشوفان ده كده. اللهم صل على النبي. عينيا. اعمل اقراص دلوقتي اهو. شفتوا ازاي الطريقه؟ حلو. ونفس القصه الكل عايز يعرف الشيف المغازي هيعمل كفته بالشوفان ازاي. شوفان بالداخل وشوفان بالخارج. حلو. عينيا. حاضر حاضر. انتوا عايزين ال ال الدقيق. كوبايه من الدقيق الاصفر وكوبايه من الدقيق الابيض الاثنين مع بعض مقاس واحد معاهم ثلاث بيضات. حلو الكلام في المقادير. ومعانا يا عم الشيف معلقه بيكنج باودر من عصير البرتقال كوبايه وبشره برتقال معلقه من الزيت ربع كوب من الزيت كفايه قوي مش عايز زيت كتير. نحمر الكفته كده بالشكل ده كده. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو كفته الفراخ بالشوفان. تسلم ايدك يا عم الشيف. شوفان بالداخل وشوفان بالخارج. لازم تسيبيها يعني تقريبا 10 دقائق ربع ساعه. سبتها في الثلاجه نص ساعه مش هتقول لا. شفتي؟ ليه؟ لان الشوفان لما انا بضيفه للانسجه بتاعه اللحوم او الفراخ بيفرد عضلاته. بقى تعرفين الشوفان زي الدليل على كده ايه؟ يعني مثلا بنفطر الصبح بتجيب حليب نغليه ونحط شويه شوفان في الكوبايه ونحط الحليب عليه. لو استنينا عليها شويه لما تبرد بتلاقي الكوبايه اتملت الشوفان نفش كده وبقى ايه خلاص الكوبايه تحس ان هي زادت شويه. هو نفس الطريقه. شغال انا اهوت. زي الفل. احمر شويه كمان واحده كمان واحده عشان نشوف الوايت صوص بيتعمل ازاي. اكله صحيه. قولي لي الدهون اللي انا استخدمتها هنا فين؟ مفيش خالص حتى الفراخ بريئه من الدهون. واحده اخيره عشان اشيل الكسرولة دي من هنا.
معايا الوايت صوص عملته ازاي يا شيف مغازي؟ شوفان، حليب زي البشاميل بالظبط، استخدمت الدقيق بالشوفان، ومعانا حليب دسامه قليله من اي سوبر ماركت زي الفل. اشيل ده من هنا، يلا نوسع لنفسينا شويه. اللهم صل على النبي. الوايت صوص بسيط وسهل، بنجيب طبق التقديم اهو. ايه الاخبار يا عم الشيف؟ زي الفل اهو. ينزل شويه وايت صوص كده، حلوين قوي 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 اهو. هتقولي لي مش طعم البشاميل اللي احنا متعودين عليه؟ لا، انا عايز القوام ده بتاعه حلو قوي بالشكل ده كده. اه ده مهم جدا على فكره. تقدري بقى تحطي شويه ايه، خضره زي الفل. ده الطبق اللي انا هغرف عليه الكفته بتاعتي بعد ما تستوي، وايت صوص بالشوفان بدون كريمه. عايزه تجودي شويه وانت شايفه مفيش مشكله، حط شويه كريمه لباني. الطبق بتاعي جاهز اهوت زي الفل. اروق الدنيا زي الفل تمام، عشان وقتنا خلص. نقلب الكفته بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. طبعا نسيت اقول لك على حاجه مهمه جدا، الشربات بتاع البسيسه عباره عن عصير برتقال وسكر اهو. مخرجنا الجميل هيجيبه لنا على النار. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ مفيش دهون خالص اه. تستوي كده على الجريلا، معلقه زيت صغيره اهي اهي اهي. طاسه سخنه، جريلا سخنه اهي، زي الفل يا عم الشيف اهي. اصبر عليها لما تستوي زي الفل. هناخدها من الكسرولة بتاعتنا او من الجريلا اللي بتتشوي عليها، تتحط على الوايت صوص بتاعنا الحلو ده كده، اللي احنا حاطين له شويه ريحان او بقدونس او شبت زي ما انت حابه اهو، زي الفل تمام. حلقه النهارده انا مش هخلص لسه، بس انا عايز الحاجه تستوي بالتفاصيل. يعني عملنا طاجين الخضار بالبطاطس، انا شخصيا عاجبني، هسيب البطاطس دي اكلها كده مقرمشه زي الفل، واغرف بالمعلقه كده خضار من تحت، سبايسي، فلفل، طماطم، زيتون، بسله، حاجه تشكيله لطيفه وحلوه كلها منسجمه مع بعضيها. معانا طبق كفته جامد جدا فيه كل العناصر الغذائيه بتناسب الصغيرين والكبار، اللي هي كفته الدجاج بالشوفان على الشاشه قدام حضراتكم بتستوي. الوايت صوص مستنيها، حاطط له شويه بقدونس حلوين. هنغرف ده الطبق ده في الشكل ده كده، وهغرف الكفته مع حضراتكم سريعا اهوت زي الفل اه اه اه. يلا عشان حبايبنا ما يسالوش مننا اه. كفته الجمال والحلاوه دي يا عم الشيف اه. مطبخنا صحي النهارده اه، نعمل ابحاث جوه الاكله بتاعتنا، نفحص مكونات الاكله، نبدا نتصيد لها الاخطاء، نشوف ايه الدهون، الكربوهيدرات، النشويات، ونتلاشاها. هي دي سياسة الشيف المغازي للأكل الصحي، رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم حتى الأكل الصحي. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.